إزالة الغموض في التصورات العامة لداء السرطان وتعريف المجتمع بوسائل الوقاية أهم ما جاء به الصالون الوطني الأول للإعلام حول السرطان، والذي تجري فعالياته تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة هذه المعضلة الصحية. إرادة سياسية كبيرة ترجمت في الميدان لمكافحة هذا الداء. تسعى الوزارة إلى تجسيدها من خلال تطوير العلاج وتشجيع الاستثمار في مجال الأدوية. اتخذت وزارة الصحة الإجراءات الضرورية التي تسمح بوضع حد لنقص الأدوية المستعملة في علاج السرطان، الإسراع في تحسين العرض الخاص بعلم الأورام والعلاج بالأشعة، إذ تم تخصيص أكثر من 37 مليار دينار لاقتناء أدوية من صنف السرطان وأمراض الدم، ما يمثل أكثر من 60% من مجموع مشتريات الصيدلية المركزية. الصالون كان فرصة للتعرف على مختلف الفاعلين الناشطين في المجال من أخصائيي الصحة الذين ركزوا على الوقاية وكذا الجمعيات التي كانت حاضرة بقوة. On est un groupe de bénévoles, des médecins, des sages-femmes, des psychologues, même des malades atteints du cancer du sein. رانا نسرع من عملية الكشف هذا المرض، وكذلك نرافق المريضات تاعنا depuis la découverte de la maladie jusqu'au traitement final. التدخين واتباع نظام غذائي غير صحي تعد من أهم عوامل الإصابة بهذا الداء، ليأتي سرطان الرئة في مقدمة أنواع السرطان المنتشرة لدى الرجال بنسبة 16.5%، أما الأنواع الأكثر شيوعاً لدى النساء فيمثل سرطان الثدي نسبة 54 منها. On est en train de travailler justement pour tout ce qui est prévention. Le tabac c'est l'ennemi numéro 1 du cancer et de la population, donc il faut agir sur le tabac. Interdire le tabac dans les écoles. Pour ce qui est l'alimentation, il faut revenir à une alimentation saine. Donc nous, généralement, on mange une alimentation riche en gras, pauvre en fruits et légumes. Donc il faut réadapter notre alimentation et faire de l'activité physique. الجانب النفسي يعد مفتاح الشفاء حسب العديد من الخبراء. فالشخص الذي يتمتع بنفسية عالية يكون قد أحرز 50% من نسبة تقدم علاجه. Je suis atteinte d'une tumeur au niveau des voies optiques qui se développe sur les nerfs optiques. Donc, cette maladie a été découverte à l'âge de 9 mois. J'ai réussi à combattre cette maladie. En ayant espoir, j'ai pu vaincre cette maladie avec mes amis, avec ma famille, avec mes docteurs, avec ma pédiatre. تبقى هذه الحملة التوعوية فرصة للتحسيس بأهمية الوقاية والكشف المبكر للحد من تفشي هذا المرض، الأمر الذي ليس بالسهل إلا إذا كانت الجهود في مستوى التحدي.